بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن موضوع اضطرابات الدورة الشهرية، الأسباب والعلاج. المرأة بطبيعتها أكثر تأثرا بالمتغيرات التي تحدث حولها، وفي ظل تسارع إيقاع العصر وتغير نمط الحياة تزداد اضطرابات المرأة من نواحي عديدة، صحية ونفسية. وتعتبر اضطرابات الدورة الشهرية من أهم وأكثر المشاكل لدى السيدات من سن البلوغ وحتى سن اليأس، فالدورة الشهرية تتحكم فيها عدة هرمونات، وذلك لتهيئة الرحم لاستقبال البويضة الملقحة، فتزيد من سماكة البطانة الداخلية للرحم، ثم بعد ذلك يحدث التبويض، فإذا لم يتم تلقيح البويضة خلال 24 ساعة فإنها تموت، وتبدأ نسبة الهرمونات المفرزة تقل، فينتج عن ذلك انهيار الجدار الذي تكون فيخرج على شكل دورة شهرية، وهذه العملية تحدث كل 28 يوم بمعدل زيادة أو نقصان 7 أيام، وتستمر من 3 إلى 7 أيام. الطريقة الصحيحة لحساب الموعد المحدد للدورة الشهرية هو أن يبدأ العد من أول يوم لحدوث الدورة حتى أول يوم للدورة التالية. أنواع التدفق: النقط، بحيث يكون معدل الدم في الدورة الشهرية عبارة عن عدة نقط. تدفق خفيف جدا، بحيث يكون معدل تغيير الفوطة الصحية مرة أو مرتين يوميا. تدفق متوسط، بحيث يكون معدل تغيير الفوطة الصحية من 2 إلى 3 مرات يوميا. تدفق كثير، بحيث يكون معدل تغيير الفوطة الصحية كل 3 أو 4 ساعات في اليوم. نزيف، بحيث يكون معدل تغيير الفوطة الصحية كل 1 أو 2 ساعات. أنواع الاضطرابات: النزيف الرحمي، أن يكون معدل تغيير الفوطة الصحية كل 1 أو 2 ساعات، فإذا صاحب هذا النزيف شحوب وتعب شديد واستمر لأكثر من 7 أيام لابد من مراجعة الطبيب فورا. الأسباب: الأورام الليفية، وهي أشهر أنواع الأورام الحميدة التي تصيب الرحم وتتواجد بنسبة 20 إلى 30% في السيدات فوق سن 30 سنة، وفي الغالب تشكو المريضة من غزارة كمية النزف أثناء الدورة الشهرية. الأمراض الجنسية مثل السيلان والكلاميديا إذا تركت بدون علاج. الفطريات والعدوى البكتيرية غير المعالجة. الزوائد اللحمية. الأورام السرطانية. السمنة المفرطة جدا. الأدوية المتعلقة بالهرمونات. العلاج: يجب مراجعة الطبيب المختص لتحديد المسبب، ومن ثم البدء بالعلاج. عسر الطمس هو الشعور بألم على شكل تشنجات أسفل البطن أثناء الدورة الشهرية أو قبلها بأيام، فإذا كان هذا الألم يحمل إحدى هذه العلامات فإنه يسمى عسر الطمس الثانوي، فيجب مراجعة الطبيب. حدوث الألم لفترات متواصلة بعد سنوات من دورات شهرية لا ألم فيها. عدم استجابة الألم للمسكنات إذا صاحب الألم نزيف. الأسباب: بالنسبة إلى عسر الطمس، السبب هو ارتفاع إفراز هرمون البروستاجلاندين في الرحم، وهو المسؤول عن التشنجات. أما بالنسبة إلى عسر الطمس السنوي، فإن الأسباب قد تكون التهاب بطانة الرحم، وجود أورام ليفية، التهاب عنق الرحم المزمن. العلاج: عسر الطمس، أخذ المسكنات بعد استشارة الطبيب. عسر الطمس الثانوي، يجب مراجعة الطبيب المختص لتحديد المسبب، ومن ثم البدء بالعلاج.
حدوث نزيف بين دورتين شهريتين هو حدوث نزف مفاجئ بين دورتين شهريتين، غالبا يكون أمرا طبيعيا إذا حدث لمرة واحدة فقط خلال عام، لكن إذا حدث أكثر من مرة وكان نزيفا غزيرا جدا يجب مراجعة الطبيب. الأسباب: اضطرابات هرمونية، تكيس المبايض، ضغوط نفسية وعصبية. العلاج: إذا حدث لمرة واحدة فقط فهذا أمر طبيعي، أما إذا حدث أكثر من مرة وكان نزيفا غزيرا جدا يجب مراجعة الطبيب لتحديد المسبب ومن ثم البدء بالعلاج. غياب الدورة الشهرية هو غياب مفاجئ للدورة الشهرية بدون حمل أو رضاعة طبيعية، ويكون لمدة 3 أشهر للسيدات ذوات الدورة الشهرية المنتظمة أو 9 أشهر للسيدات ذوات الدورة الشهرية غير المنتظمة. الأسباب: اضطراب في الغدة النخامية، اضطراب في الغدة الدرقية، تكيس المبايض، ارتفاع هرمون البرولاكتين هرمون الحليب بدون رضاعة طبيعية، النحافة الشديدة. العلاج: يجب مراجعة الطبيب المختص لتحديد المسبب ومن ثم البدء بالعلاج. مع أطيب تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.